فاطين فاطين اسعى فاطين اسعى. عم انس حضرتك جيت امتى؟ انت ايه اللي نايمك على السلم كده؟ بابا يا عمي بابا ومرات بابا اللي عماله تزهق عماله على بطال دي. طب تعالى خش جوه. انما حضرتك قول لي يعني انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ قابلت شيكو مدريد؟ اه رحت له. تعال تعال تعال. طمني يا عمي عملت ايه معاه؟ وقفته عند حد داون ولا لا؟ رحت له صرفت في الفلوس ورحت رميتها له في وشه. الله عليك يا عم انس يا جميل الله عليك. ايوه كده ايوه كده علشان يعرف ان فاطين وراه رجاله. انت عارف يا عمي كان نفسي ومون عيني اكون مع حضرتك ساعتها كده واشوف روزة من الفلوس وهي بتلبس في وشه وهو مش قادر ينطق. هي مش كلها يعني لبست في وشه، لا في واحدة جلت. يا رب ما يلاقيها يا رب ما يلاقيها. انت عارف يا عمي انا فرحان بحضرتك قوي قوي قوي، رب ما يحرمنيش منك ويخليك ليا على طول. ويخليك ليا يا فاطين. يا حبيبي يا حبيبي. عمي هي الساعة كام دلوقتي؟ سبعة يمكن داخلة على تمانية. ايه؟ المدرسة والإذاعة المدرسية. يا بابا يا بابا سامحني يا رب سامحني على الكدبة دي، مش عايز أكسر قلب فاطين. يا بابا افتح يا بابا، أنا اتأخرت على الإذاعة المدرسية يا بابا. ايه الصوت ده؟ الله وانا ايه اللي نايمني هنا؟ يا بابا يا بابا حضرتك لازم تقدر موقفي يا بابا يا بابا. انا لازم ايه الدوشة دي؟ ايه اللي يزعل ده؟ انا مش عارفة انام. صباح الخير يا حبيبتي. مش صباح الخير يا بابا يا بابا، هو ده وقت صباح الخير؟ لا لا مشيه، انا بزهق بسرعة، مشيه من هنا الولد ده. حاضر يا حبيبتي بس متزهقيش. حاضر يا بابا. بقى حرام عليك ده ينقل بتاع ربي. امشي من هنا يا فاطين دلوقتي، طب تكسمينا ايه لقيت ومش عارفة تنام. ناولني طب الهدوم والشنطة ونهنزل. لا مش هينفع، مودي هيتغير وحزها بسرعة. يا ستي يعني هو انت اول مرة تزهقي؟ ما انت بتزهقي على طول. افتح يا بابا بقى. مشي يا سيكا، لو ما مشيش الولد ده انا اللي همشي. سامع يا فاطين؟ بتقولك انا اللي همشي. امشي بقى ما تخربش عليا في ليلة زي دي. حاضر يا بابا همشي. ربنا يسامحك يا بابا، منك لله يا سميرة منك لله. خلاص يا حبيبتي مشيتوا، يلا ندخل احنا بقى. غريبة انا صحيت من النوم ما لقيتكش جنبي، انت رحت فين؟ ايه ده؟ الظاهر ان انت نسيتي يا حبيبتي، انت بتغيري في وسط الفرح طلعتيني بره الاوضه، افتكرتي ولا نسيتي؟ افتكرت. معلش سوري، اصل انا بنسى بسرعه قوي زي ما بزهق بسرعه قوي. مش مشكله يا حبيبتي. يلا ندخل. ممكن اتفضل حاسبقك. تسبقيني؟ طيبه قوي وبتنسى. مش عارف بس انا عملت ايه لمرات بابا دي، واروح انا المدرسه ازاي بالشكل ده؟ ما تقلقش يا حبيب عمك، انا هدي لك لبس من عندي. يا عمي يا عمي ازاي بس وحضرتك عارف اني من صغري بحب اطقم كده والبس على الموضه. بس لقيتها. ياه انت ابن حلال، هتدعي لي. ربنا يبارك لك يا عمي. صباح الخير يا مستر فاطين. ايه الشياكه والعلاقه دي؟ عمي انس كتر الف خيره يعني اصر ان البسها النهارده. حلوه قوي وزينه قوي. قر بقى قر بقى. السلام عليكم. السلام. صباح الخير. صباح الخير يا لمياء. لمياء انت لسه زعلانه مني؟ انت ايه اللي لابسه؟ عجبتك مش كده؟ هي بصراحة اتجنن. عم انا سوى للدهان يعني، بس طالما بقى عجبتك قوي كده ايه رأيك يا لمياء هلبسها لك على طول. على طول؟ ايوه على طول، وطالما بقى كمان ضحكت كده وفرحت وزقططتي ايه رأيك النهارده نتقابل بعد المدرسة؟ بعد المدرسة ماشي. اتجننت، كانت فين البدلة دي من زمان؟ انت بتقول ايه؟ الواد المجرم اللي انت بتعملي عليه رساله البحث بتاعتك محبوس في المديريه بقاله يومين. ليه؟ هو عمل ايه؟ ما اعرفش، انا كنت بتصل اسلم على واحد صاحبي هناك في المديريه بساله على فؤاد، لقيته بيقول لي ده مشغلنا ليل نهار فتح قضيه قديمه عشان اشتبه في مجرم اسمه ميشو. فؤاد هو اللي قبض عليه؟
الخير يا فندم. خير. اهلا حضرتك الضابط. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضلي. ممكن اعرف اسباب حبس مشهور سيد حسان؟ طب مش تقعدي الاول؟ حاضر يا فندم حاضر. ممكن حضرتك تفهمني؟ مفيش، مشتبه فيه في كام قضيه من اللي عندنا، عشان كده حاجزين. ولو سمت براته همشيه، انا هخليه عندي اعمل بيه ايه؟ هو حضرتك قبضت عليه امتى بالظبط؟ والله مش فاكر، تقريبا من يومين كده. يعني تقريبا يوم ما كنت عندنا في البيت وكنا بنتكلم في موضوع ساره المجرم اللي اسمه ميشو محجوز هنا عشان بنفذ القانون مش عشان حاجه تانية. وانا باسم القانون يا فندم بقول لك ان مشهور سيد حسان ملوش ولا سبق، يبقى زي مشتبه فيه. انا يا حضره الضابط يا تعرفيني شغلي ولا ايه؟ العفو يا فندم، انا بس كنت بوضح لحضرتك. وبعدين زي ما انت عارف ميشو ده موضوع رسالتي وانا مصره اكملها، وزي ما انت بتحب شغلك انا كمان بحب شغلي وعايز اعمله. اوكي هيخرج، بس لو فكر يعمل غلطه واحده قبل ما يمرني في الحجز. طبعا حقك وده شغلك، محدش يقدر يقولك حاجه، بس بعد ما يرتكب الخطا مش قبله. بعد اذنك يا فندم. لمياء يا لمياء، مس مروة مس مروة يا راح فين بس؟ لمياء لمياء أستاذ فطين. أستاذة فوزية. إيه رأيك بقى في البدلة العظيمة بتاعت عمي أنس دي يا أستاذة فوزية؟ تحفة مش كده؟ ما تتخيليش بقى البدلة دي عملت إيه النهاردة في المدرسة، عملت انقلاب. تخيلي يا أستاذة فوزية أول ما دخلت كده على الأولاد في الحصة الأولى قالوا لي بقى يا ترى يا أستاذ فطين هتعمل لنا شخصية إيه النهاردة؟ قال إيه؟ مفكرين إن أنا هعمل شخصية تاريخية عظيمة. أصلها فعلا يا فطين. ربنا يخليك ربنا يخليك. آه ياني، آه يا ظهري ياني آه. إنما ما قلتليش بقى يا أستاذة فوزية أنت قمتي بالسلامة إمتى؟ وسميتوه إيه ده؟ سلامت الشوف يا فطين، انا لسه ما قمتش بالسلامه يا اخويا. النونو دي ابن اختي والله. وجبته معايا عشان حضنته مقفوله ومامته راحت الشغل. بسم الله ما شاء الله زي العسل. بسم الله ما شاء الله. عادي يا استاذه فوزيه، مفيش مشكله، الاخوات لبعضيها يعني، ولازم نشيل بعض. ايوه الاخوات لبعضيها، وانت اخويا برضو يا استاذ فطين اليس كذلك؟ نعم. يبقى تشلني. نعم اشيل مين حضرتك يا استاذه فوزيه؟ لا لا لا، اولا ما ينفعش، ثانيا انا مش بالقوه يعني عشان اشيل حضرتك يعني. لا 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 انت فهمتني غلط، انا قصدي تخلي دكروري معاك عشان انا عندي حصه. دكروري مين؟ ابن اختي. يا استاذه فوزيه طب الحصه هتخلص بسرعه، ثواني وهاجي لك ان شاء الله. ايوه بس عندي. انا عايز لمين استاذه فوزيه؟ يا استاذه فوزيه تمشي كده ليه؟ اسمك دكروري؟ ولما بيدلعوك بقى بيقولوا لك ايه؟ يا دكركر. خلاص يا حبيبي خلاص خلاص، بتعيط ليه؟ بتعيط ليه؟ ما تعيطش، انا بعذر معاك. الله على ضحكتك الجميله. طب قول لي بقى تحب اقرا لك ايه؟ خلاص خلاص يا سيدي اغني لك. حاضر يا سيدي هغني لك وانا صوتي تحفه. أجب السؤال التالي، ماذا تعرف عن مذباحة كون؟ من هو أفلاطون؟ مذباحة ألاون. أيوه من هو أفلاطون؟ حملة نابليون. بونابرت رد عليا ليه توتر؟ حملة نابليون. بونابرت رد اتحرك عليا اتحرك توتر. اخصى عليك ده انت اللي في سنك، اخصى عليك ده انت اللي في سنك. يبقى المفروض نمبر وان، يبقى المفروض نمبر وان. لا 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 عيب يا ولاد، عيب ده اسمه كلام برضو كده. طيب اه يا جيل تافه هدوسه بصباعي. تصنع رضا صناعي بياكل بره البيت يعني. استاذ فطين كوز
ايه بقى؟ برضه مش ناوي تعترف يا ميشو عشان تريح نفسك؟ تعبت مش كده؟ طب يا ميشو انا هسيبك تروح عشان تجيني هنا تاني بمزاجك وتعترف. انت عارف انا مشكلتي لزيك ايه؟ انك فاكر انك تقدر تعيش في الدنيا وتعيش بالفهلاوه، بس الكلام ده طبعا مش معانا، انت فاهم؟ روح يا ميشو روح عشان انا عارف انك هتيجي هنا تاني. عايزك تفكر الف مره قبل ما تغلط غلطه واحده. عارف لو وقعت هتيجي تاني؟ مش هرحمك، هخليك تندم على اليوم اللي جيت في الدنيا. يا صباح الخير يا اللي معانا، الكروان غنى وصحانا. سمورة سمورتي سمرمر، اصحى بقى يا جميل، اصحى يا قمر. يا ربي ملاك نايم على السرير يا ناس. ايه في ايه يا سيد؟ مفيش يا حبيبتي، الساعة بقت 12 بين الظهر يا حبيبتي. معقولة؟ اه انا نمت الوقت ده كله؟ اي شكلي هرتاح هنا قوي. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله، ده كده الاولاد هينبسطوا قوي. مش مهم الولاد ينبسطوا ولا ما ينبسطوش، المهم انا انبسط، انا استريح، انا ما زهقش. لا يا حبيبتي اعملي معروف، ربنا ما يجيب زهق ابدا. انا شكلي هتصل بيهم في البيت واقول لهم يبعتوا الشنط بتاعتي كلها، لاني شكلي هقعد هنا كتير. الله عليكي، هو ده الكلام بقى. انا كمان وصيت في الغدا على شويه سمك وشويه جمبري وكام ازاز بيره مشبرين. واوعى سيكا اوعى. يلا حلو، يلا بقى، يلا قومي بقى وبطلي الكسل ده، احنا في شهر العسل. يلا يلا يلا. واحد واحد اتنين ثلاثة. ازاي يا عم انس تكتب ايصال امانة للي اسمه شيكو مدريد ده؟ اللي حصل اعمل ايه يعني؟ يعني اسيبه وضيع المستقبل الباهر اللي بينتظر فطين؟ طبعا لا. استغرب له يا استاذ انس. أيوه. انتوا ليه خايفين ان شيكو مدريد هيعلق الصور في المدرسه مع ان انت حضرتك اللي مصورها له؟ ومفيش حد هيخاف على فطين قدك، اكيد هتطلعه حلو في الصور. افهمها لكم ازاي دي؟ اقعدوا اقعدوا. قعدنا. فطين ده قدوه، مثل، معلم، مربي فاضل، يعني ما يصحش الاولاد في المدرسه يشوفوا صورته بالشكل ده. ده غير كمان انه هدد انه هيبعت ورق في السي في بتاع العيله. سيفين ده على كده شيكو مدريد اختنى. هو هيوزع فلوس. بقول لك السي في بتاع العيله، يعني التاريخ الاجرامي للعيله كله. حلو والله، شيكو مدريد اول مره يعمل حاجه عدله. انتوا فرحانين؟ بص يا عم انس، انا عايزك تفهم حاجه، احنا في تاريخنا الاجرامي مفيش حاجه نخجل منها. المعلم سيد الحاوي مثلا عنده قصص وحكايات محدش عملها قبل كده، وميشو حبيبي ده ما شاء الله عليه مفيش عمليه دخلها في عالم الاجرام الا لما بصم وعلم. يعني اللي اسمه شيكو مدريد ده لو عايز ينشر حاجه ينشرها. ينشرها طبعا ينشرها. انا غلطان ان انا ضيعت وقتي معاكم. وبيردوا هنا اطلعوا بره. طب مش هنتغدى بس ولا ناكل لقمه؟ مش غدا ومش عايز لسانكم يقع من كلمه من اللي احنا قلناه. عيب يا عم انا، سرك كبير. يلا يلا.
هو متضايق ليه؟ معرفش يا عم ستيشن، بس قلبي بيقول انها حاجه ليها علاقه بفطير. ميشو الحمد لله على السلامه. احنا سالنا عليك في الاسم قالوا انك انت لسه ما جيتش. عدوا عليا بالليل. نعدي بالليل؟ ما قلتلوش ليه على ايصال الامانه؟ اخ نسيت، وبعدين بقول له بالليل بقى، هو شكله تعبان دلوقتي. يلا يا سمورة يا حبيبتي الغدا جاهز. سمورة ايه ده؟ ميشو ميشو كويس قوي انك جيت. تعالى بقى عشان اعرفك على العروس. بعدين يا سيد بعدين. ايه بعدين يا سيد بعدين دي؟ سيكا انت كنت بتتكلم مع حد ولا ايه؟ اه ده ميشو ابني. ايه جه من المانيا؟ لسه واصل اهو. كان مصر يجي يسلم عليكي، بس انا قلت له مش دلوقتي، انت جاي تعبان مسافر، خش ريح ونام لك شويه، بعدين احنا موجودين هنروح فين؟ يلا يا حبيبتي اقعدي بقى اتفضلي، الغدا اهو جاهز. ايه ده؟ ايه الاكل ده كله؟ مين حاكم كل الاكل ده؟ احنا يا حبيبتي، انت ناسب لنا عرسان جداد والبيره بتاعتك سكر على الريحه زي ما طلبتي بالظبط. ايوه كده اضحكي عشان الشمس تطلع. جيبي بوسه بدل ما انت قاعده فاضيه. سيد الاستاذ فطين سيد حسان تحيه طيبه ومعنا. نود ان نشكركم على تعاونكم الجاد والمثمر معنا، ونحيط علم سيادتكم بان البحث الذي قدمته عن تاريخ مصر وكيفيه الحفاظ على الاثار قد نال اعجاب اساتذه البحث العلمي بهيئه الاثار، وقد حصل البحث على المركز الأول، وقد خصصت لسيادتكم مكافأة مالية قدرها، اسمعي بقى دي، 350 جنيه مصري فقط لا غير، تبعا للائحة، بالإضافة إلى حقكم الأدبي في شهادة التقدير. إيه رأيك بقى يا لمياء يا حبيبتي في المفاجأة العبقرية دي؟ وانت جايبني هنا مشحططني عشان تقولي انك فزت ب 350 جنيه؟ يا لمياء مش التقدير المادي هو اللي هاممني ابدا، انما التقدير المعنوي هو ده اللي اهم بكتير. ده غير بقى المفاجأة التانية، الظاهر ان بدلة عمي انس دي وش الخير والسعد عليك. طبعا. وايه بقى يا سيدي المفاجأة التانية؟ ما انت عارفاها، ما انا خلاص اتفقت مع والد دودي ان انا هدي بقى اولاده رنا وفادي دروس ان شاء الله، وبمبالغ ضخمة كبيرة، اصل الراجل ده بيحبني قوي 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 من ساعه ما انا انقذت ابنه دودي من الحريق بفدائيه احسد عليها لمياء. اه طبعا. وهتبتدي امتى بقى ان شاء الله؟ من الليله دي ان شاء الله. امسكي بقى يا لمياء بقى والبسي الدبله بقى واختي الشيطان يا بنتي. لا لما اتاكد الاول. تتاكدي من ايه بس يا لمياء؟ يا خبر ابيض، تتاكدي من حبي ليكي؟ امال انا جايبك ليه المكان العبقري ده؟ المكان اللي شهد على بزوغ حبنا انا وانتي. ياه، ولا تحبي بقى تركب الجمل علشان تتأكدي من حبي؟ لا لما تأكد الأول إنك هتدي الدرس الخصوصي وتروح أول حصة وتكمل، مش حصة وخلاص. بعد كده يا سيدي ألبس الدبلة واركب الجمل. ولا تركب الحنطور؟ أركب الحنطور تررين تررين أركب الحنطور واتمختر. أيوة كده يا لمياء يا حبيبتي. يعني الضابط فؤاد هو اللي كان حاجزك؟ ومش بعيد يكون موقف لي واحد دلوقتي قدام البيت علشان يراقبني. عشان كده خليتنا نجتمع هنا في شقة عمك أنس. ده على أساس بقى إن شقة عم أنس مش في نفس البيت. لا يا ستيشن، إحنا اجتمعنا هنا علشان العروسة الجديدة فوق. بس عم ستيشن أبوس إيدك. ميشو هتعمل إيه مع شيكو مدريد؟ شيكو مدريد ده حبيبي، هظبطه طبعًا، بس هفكر له كويس. بالمرة قال لك يا ميشو على إيصال الأمانة بتاع عمك أنس. إيصال أمانة؟ سأل أمانتي. أصل ده سر، شيكو مدريد مض عمك أنس على إيصال أمانة بتلاتين ألف جنيه عشان ما يخليهوش يعلق الصور اللي صورها لنا في المدرسة، وبعدين ده سر هبقول لك عليه بعدين. الكلام ده حصل يا عمي؟ الكاميرا دي مش عايزة تصلح ليه؟ عمي حصل. انت ايه اللي وداك عندي؟ خوفي على فطين. بصوا بقى واسمعوني كويس،
بونبوني عايزك ترابط قدام المديريه وتعرف خط سير الضابط فؤاد بالظبط. حصل يا برنس. وانت يا ستيشن عايزك تشمشم لي حوالين الخرده وقطع الغيار اللي بيشتروهم شيكو مدريد وتعرف مين اللي بيبيعهم له وتظبطهم. وجب. انت بتفكر فيها يا ميشو؟ ما تقلقش. الو؟ ايوه انا ميشو. اهلا. لا اصل انا كنت مسافر انت عارفه بقى الابحاث والاثار. لا فاضي. خلاص ماشي اوكي. اهلا. وانتوا زي ما اتفقنا وتعدوا عليا بالليل. وانت ما تتحركش من هنا. هتحرك اروح فين؟ انا بصلح الكاميرا. فهمت حاجه يا بونبوني؟ لا انت فهمت حاجه يا ستيشن؟ إذا كنت أنت ما فهمتش يبقى أنا هفهم. أنت كنت فين؟ كنت محجوز. محجوز؟ لا قصدي محجوز وسط كتبي وأبحاثي ودراساتي ويا إرهاق إرهاق يا سارة. وكمان شغل المدرسة الصبح حاجة يعني. بس بجد يعني من طلب العلا سهر الليالي. عشان كده سارة تلاقيني بحب السهر زي عينيا. بجد يا ميشو أنا نفسي أجي معاك مرة المدرسة أشوفك كده وسط التلاميذ والطلبة. تيجي فين؟ المدرسة. هو الموضوع هو صعب. الموضوع صعب يعني بس هو سهل ان شاء الله يعني. وكمان عايز اتعرف على عيلتك. عيلة مين؟ عيلتك بابا عيلتك اخواتك. لا ما اصل انا وحيد يا سارة يعني ماما الله يرحمها بقى وبابا يعني راجل على قد حاله كده عنده محل ورد بيسترزق منه وبيقضي بقى بقية وقته يعني في العبادة ان شاء الله. يعني انت عايش انت وباباك لوحدكم؟ لا في انس قصدي عم انس. عم انس بقى ده هو اللي مربيني. يا راجل جميل جميل وهو اللي محببني في العلم والتعلم والدراسات والتاريخ وبيحبني حب السنين يا ساره. تخيلي كتب على نفسه وصل امانه ب 30,000 جنيه علشاني. ده اكيد راجل عظيم جدا. انا فعلا نفسي اتعرف عليه. فعلا نفسه ايه؟ نفسي اتعرف عليه. على فكره لما هيشوفك هيحبك قوي 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 يعني. بجد؟ قلت لي عايزه اتعرفي على مين بقى؟ على العيله بقى. والعيله وعمي كل الناس. طيبه قوي يا ساره. ميرسي يا ماشي. يا سلام. الحمد لله كانت عشوه ايه معتبره. اكلهم حلو قوي. الواحد باينه هيربرب عند الناس الكرمه دول. على فكره انا فخور بحضرتك جدا يا مستر فاطين. عشان البحث بتاعك حصل على المركز الاول من هيئه الاثار. شكر جدا يا دودي. الف الف شكر. على فكره انا خدت مكافاه كمان 350 جنيه. 350 جنيه بحالهم؟ مبروك يا سيدي. الله يبارك فيك يا دودي. عقبالك كده لما تكبر زي كده وتاخد مكافئات كبيره. علشان كده انا جبت لحضرتك الهديه دي يا مستر فاطين ويا ريت تعجبك. هديه ايه؟ الله، كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان. الله متشكر جدا يا دودي. على فكرة الكتاب العظيم ده هو اللي كان ناقصني. يا سلام. الله، امال فين بقى فايدة عشان نبدأ الدرس؟ هطلع استعجلهولك وكمان عشان اكمل البحث اللي حضرتك قلت لي اعمله. بقولك يا دودي لما تخلص الفصل 25 في البحث ابقى ادوني علشان ارجعهولك. حاضر يا مستر فطين. 350 جنيه بحالهم. الله، نبقى نقراه بقى كده على رواقه. الحلو يا مستر فطين. متشكر جدا جدا. كمان في حلو اصيل. خد تعال. يا سلام بقى على كوبايه شاي بحليب من ايديك اللي زي السكر دي مع الحلو. ها بس يكون السكر بره. تحت امرك يا مستر. حلو حلو قوي. نضرب بقى الحلو ده مع كوبايه الشاي بحليب واحنا بندي الدرس. بعدها نكون هضمنا ندخل بقى على العشوه التانيه بقى كده على رواقه. فؤاد باشا، كل يوم العربيه بتاعت الشغل بتروحوا البيت وترجع تاني يوم الصبح بقى عشان تاخده. وبالنسبه لعربيته الملاكي راكنها على طول في الجراج بتاع شيكو. بقى يشتغل في العربيات المسروقه، بيشتريها بتفككها وبيبيعها قطع غيار. وقامت لك كمان على المعلم اللي بيشتري منه. يبقى بقى تركزوا معايا في اللي هقوله علشان هيتنفذ بالحرف. الخطة رقم واحد. الو؟
المديرية اديني المباحث. الحقونا، عايز ابلغ عن تاجر مخدرات كبير قوي اسمه شيكو مدريد، هتجيله بضاعة النهاردة بالليل في الهنجر بتاعه في اول طريق المريوطية. ايه رأيك يا ميشو؟ طب الكارت تمام يا فندم. جالنا بلاغ من المجهول عن تسليم مخدرات في هنجر في المريوطية. اوامرك يا فندم. بلغهم يجهزوا القوة بسرعة. الو يا معلم شيكو، اسمعنا يا بونبوني، انا بكلمك عشان اقول لك اني خايف على ميشو من اللي ناوي يعمله ده. حالف لا يولع الهنجر باللي فيه، وانت عارف ميشو ده مش كده وبس، ده معاي يجي دستة رجالة. بص انا قلت يعني بيني وبينك كده، حاول تهدي الموضوع بينك وبينه والصلح خير. انا ماليش دعوة، انا كلمتك وعملت اللي علي. ماشي سلام. تمام انا كده. انت طالع رحلة؟ عدوا عليا بقى عند انس. تمام. ما ميشو، ها هنعمل ايه يا عم ستيشن؟ عم ستيشن انا بكلمك. عم ايه الحرمان اللي انت فيه ده؟ اسمع انت، وهو مش عايز نملة واحدة تدخل من باب الهنج. انت سامعين؟ الولا ميشو جاي في السكة وعايز اقلبها له نار نار وجهنم عليه وعلى اللي جايين معاه. الظاهر انه جه، انا عايزه حد. سلم نفسك يا شيكو، المكان محاصر. اللي هيقرب مني هقلبها دمار تاني. Everything's okay. مخدرات ايه بس يا باشا اللي بتدور عليها عندي؟ ده انا حالا شيكو مدريد، لا ليا في المخدرات ولا في ضربها حتى. امال ليك فيها يا شيكو؟ قطع غيار السيارات يا باشا، يعني لو حضرتك عايز تظبط عربيتك تظبيطه من اي نوع يعني شيكو ظبطها لك. شيكو انتوا مش دورتوا بنفسكم يا باشا؟ لقيتوا حاجه؟ لا ما لقيناش، بس لقينا رجاله واقفين وجاهزين بالسلاح. ليه يا شيكو؟ دول كانوا تشريفة في انتظار ضيف تاني خالص يا باشا. طب خد رموه في الحجز ويترحل بكرة على النيابة. لا حجز يا باشا، مش شيكو مدريد اللي ترمي في الحجز يا باشا ويروح النيابة، مش شيكو مدريد. ومن انا عندي المحامي بتاعي اللي ممكن يخرجني لو احتجت لي سعادتك يا باشا، انا في الحجز. اتفضل يا باشا. شيكو مدريد ما ترميش في الحجز. ما ترميش في الحجز، ده انا بقى كده كرتها على قفايا. فريد بيعمل ايه دلوقتي؟ ها يعمل ايه دلوقتي لما يعرف؟ ولا هنشوف ولا هنشم الشغلانه دي تاني. مش ده ملعوب يطلع بصحه يا ريس. بس مين اللي يقدر يعمل كده؟ ها شيكو مدريد، ها براء، ها ده جاي عشان من مين؟ ما اعرفش. الله ده كباب وكفته يا معلم. استنى اوف، ايه ده؟ انا اسود ميشو، انت الكلب يا ميشو. ماشي لو انت ميشو انا عايشك ومدري وايفرسينك سوكي. استاذ ورئيس قسم الخطط والالعاب. اهو كده رجعت لنا سمعتنا بعد اللي عمله فيك. ولسه الخطه رقم 2، بس لما يطلع بكره بالسلامه. مين يطلع منين؟ هو شيكو مدريد هيطلع بكره من الحجز؟ ايوه يا بونبوني، ما هو طالما ما لقوش عنده مخدرات يبقى هيطلع. وطبعا هيخرج من الحجز ينتقم مني عشان ايصال الامانه. بكره الصبح تعدوا عليا رجاله. ماشي وجب يا برنس. زمان شيكو مدريد عارف في الحجز وهي. الله عليك يا ميشو، انا سامع ان شيكو مدريد في الحجز، انت حبسته؟ حبسه ايه؟ حبسه دي قليله، ده عمل فيه حته مقلب حلزوني طلع من نافوخه. احسن
علشان يعرف ان فاطين وراه رجاله. امبارح عم انس راح له ورمى له رزم الفلوس في وشه، وانت النهارده يا ميشو ربنا يخليك ليا يا رب سجنته. وانت لابس البدله دي من الصبح؟ اه يا ميشو حلوه صح؟ ورحت بيها كمان المدرسه. ما اقولكش بقى يا ميشو، مفيش حد شافها الا لما لازم يعلق عليها. ما هو لازم يعلق عليها. والله يا شيكو مدريد ليه حق ان يعمل فيكوا اللي هو عايزه. ايه يا ميشو انت بتقول كده ليه؟ هي مش عاجباك؟ ايه يا عم انس شكلك مش مبسوط النهارده ليه كده؟ طب تعالى تعالى اقعد. ايه في ايه؟ خضتنا عليك. تعالى علشان بقى النهارده البدله دي عملت ايه معايا؟ انا مش عارف، مش عارف انت كنت مخبيها عني فين الفتره دي كلها؟ لا 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 كسبتك كسبت. لا لا طب انا شويه انا شويه ماشي. ايدي وجعتني ايدي وجعتني نفسي عليك. انا غلطان. يلا الدور بتاعي الدور بتاعي عشان هضربك بالجمز اللي ضربته. مساء الخير على اجمل واحلى عروسين في الدنيا. تعالى يا ميشو تعالى. ميرسي ورد الاحلى عروسه. ميرسي يا ميشو انت تري شيك. ده انت اللي تري شيك ومنوره البيت كله. قد ايه الولد ده ذوقه بيفهم في الاتيكيت. ايوه طبعا. طيب ابو سيد انا هستاذن بقى وخدوا راحتكم على الاخر. ها كاني مش موجود. ماشي يا ميشو. منوره يا هانم. شكرا يا ميشو شكرا يا حبيبي. انا معجبه بيه جدا. الولد ذوق ذوق ذوق. بيت المانيا بقى. هو بيشتغل في ايه؟ في كل حاجه بس سفرياته كتير قوي، كل يوم في بلد شكلي. مؤكد هنعمل مع بعض بيزنس كويس قوي. ده الكلام بقى. ده الكلام الجامد. وهو هيعجبك قوي قوي يا صمورتي. ايوه هيسمع الكلام ومؤدب ما تسمعلوش حس خالص. ده غير الحيله النيله التاني. سبحان الله البطن اللي جابت ده جابت ده ازاي؟ هي جابت ده وراحت قلبه. البطن قلبت جابت التاني. وزي ما حضرتك توقعتي لي بالظبط يا عم انس. البحث خد المركز الاول الحمد لله وانا مبسوط على الاخر. ده ايه يا عم؟ عمال انا احكي لحضرتك من الصبح وانت مش معايا خالص. انت سرحان في ايه؟ بس ما تقولش. اكيد طبعا اشجان هانم صح؟ هي عامله ايه؟ كويسه. بص بقى يا عم احسن حاجه علشان ننهي الموضوع ده كله كده نقوم رايحين لها انا وحضرتك علشان نفتحها في موضوع الجواز عشان بقى حضرتك تتجوزها كده زي ما هو بابا اتجوز. خلاص خلاص يا ابني ما عادش ينفع. ليه كده بس يا عم؟ ده هي حتى شكلها بتحب حضرتك قوي وانا كمان مستريح لها على الاخر. ايه بقى اللي مش هيخليها تنفع؟ شيكو مدريد. ماله شيكو مدريد؟ ما خلاص اتحبس. ما هو هيطلع. ما يطلع يا عم، هو مش حضرتك خلاص اديت له كل فلوسه ورميتها له في وشه؟ لا انا ما اديتلوش فلوسه ولا رميتها له في وشه. انا كدبت عليك. ده انا كمان كتبت على نفسي ايصال امانه ب 30,000 جنيه. ايه؟ ايه اللي حضرتك بتقوله ده يا عمي؟ وايه اللي خلاك بس تعمل كده؟ كنت خايف عليك. وطبعا بعد ويحبس وهيطلع ينتقم مني ومنك. اكيد. يعني سمعتي اللي بقت في العلالي النهارده في المدرسه بسبب البدله دي هو هيدالي لما ينشر الصور وينشر تاريخ العيله كلها. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ده غير انه ممكن يسجنني بايصال الامانه. انا عارفه عارفه يا عمي كلبه يعملها. وساعتها اشجان هاني ممكن تقول عليا ايه بعد ما تسجن؟ وكمان لمياء حبيبتي هتقول عليا ايه؟ انما لا لا يا عم انس انا فدا حضرتك. انا هتسجن بدالك. وبعدين ما هو ياما ياما حضرتك يعني ضحيت علشان. لا يا فاطين لا انا كل اللي عملته ده عشان مستقبلك العلمي والتدريسي. خلاص يا عمي بص انا هتصرف خلاص ان شاء الله حتى ابيع الكتب اللي في المكتب. محدش هيعرف قيمتهم. وبعدين دول هيجيبوا كام يعني؟ لا ممكن يجيبوا 2000 جنيه يا عمي لو اتكينا على اللي هيشتريهم شويه. ممكن برضو. لا وممكن كمان نبيع الصالون ده اهو ده يجيب له 800 جنيه. قول 1000 جنيه ان شاء الله لو هيشتريه يبقوا كده كام؟ 3000 جنيه. عايزين بقى ورقه وقلم علشان نقعد نحسبها كده على رواقه. لحظه واحده. ما تقلقش يا عم كل حاجه بتتحل كل حاجه بتتحل ان شاء الله. ان شاء الله. يا مسهل يا رب. 2000 جنيه الكتب
يلا خد يا حبيبي و1000 جنيه الصالون، يبقى كده هون 3000 جنيه ان شاء الله باذن الله. الله لو اتكلنا على اللي هيشتريهم يعني ان شاء الله 3000 جنيه. والسفره دي تجيب لها برضو 1000 جنيه. لا 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 استنى بقى، السفره دي تجيب لها 300 جنيه بالعافيه. لا لا ما احنا هنتك على اللي هيشتريه برضو يا عم، هتجيب لها 1000 جنيه ان شاء الله. يبقى كده هون 4000 جنيه. تعالى بقى يا عمي على اوضة النوم دي ان شاء الله، احنا معانا 4000. اوضة النوم دي تجيب لها مثلا 1000 جنيه لو اتكينا على اللي هيشتريه برضو شويه. لا 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 اوضة النوم السرير مكسر والدولاب ظرفه متخلع، يعني دي تجيب 300 جنيه بالعافيه. يا عمي ما احنا مش هنسيب اللي هيشتريهم، احنا هنتك عليه على الاخر. طيب يبقى كده هون 5000 جنيه ان شاء الله. ان شاء الله كده ما فيش اي حاجه تاني. لا تعالى تعالى ايه؟ ما فاضلش بقى غير امر لله، يعني ان انا ايه ابيع الكاميرات اهو، دول يجيبوا لهم 1000 جنيه ومن غير ما نتك على حد بقى. حلو قوي قوي، يبقوا كده هون 6000 جنيه هانت، قربنا على ال 30000 جنيه. يا عمي انت عارف يا عم انس، انا لو نظري مش ضعيف كنت اتكيت على نفسي شويه وبعت النضاره. نضاره ايه بس يا ابني؟ مفيش فايده، سعد زغلول قال مفيش فايده. لا في فايده ان شاء الله يا عمي، وبعدين انا وانت ملناش ذنب في اللي بيحصل ده كله، انا هطلع اقول لبابا وهو يتصرف. سيد الحاوي يدفع 30000 جنيه مش ممكن. بيتهيأ لك يا عمي، ده بابا ده طيب خالص. بص بقى انا هطلع اكلمه دلوقتي، بس حضرتك اوعى تزعل نفسك وانا مش معاك. ها اوعى تفكر تفكير وحش كده وتعمل في نفسك حاجه. خد يا عمي. ربنا معاك. ودي وانا كمان. لا انت بتغش يا بيبي. طب ما تزعليش نفسك. لا زعلت منك. لا عشان خاطر ما تزعليش. لا زعلت والله. طب بصي خدي الولد ده هديه مني ليك. ربنا يخليك ليا. بس ما تزعليش. بابا 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 ايه؟ من فضلك كنت عايزك لوحدك يعني مشوار كده. ايه قلة الذوق دي؟ مفيش مساء الخير يا طنط؟ وبعدين ايه لون البدله دي؟ انت سقطت برطمان موسترد ولا شوربه عدس؟ وبعدين ايه كم المربعات اللي فيها ده؟ انت سرقت مفرش السفره؟ حضرتك انا ما بكلمكش انت، انا بكلم بابا حبيبي، والبدله دي بقى بتاعت عمي وحلوه وعجباني وهلبسها كل دقيقه. حضرتك مالك؟ وبعدين لو سمحت بقى دلوقتي انا زهقان، فلو سمحت بقى. لو سمحت انت، ما حدش يزهق في البيت ده هنا غيري انا. ليه بقى ان شاء الله؟ حضرتك واخده توكيل الزهق واحنا ما نعرفش. شايف قله الادب؟ شايف قله الذوق؟ شايف عاجبك؟ لا طبعا مش عاجبني. امال ايه يا في ايه انت؟ خلاص مفيش احترام، لازم امد ايدي. حضرتك بتبص على ايه دلوقتي؟ حضرتك اب وبيضرب ابنه، انت مالك؟ قال ان شاء الله حتى يموتني. قال لا ايه ده بتبصي على ايه دي؟ طب اخرس بقى اخرس. بتبصي تاني حضرتك؟ هو بقى يموتني يضربني يعمل اي حاجه؟ موتني يا بابا اضربني. لا مش هضربك، انت عاوز ايه؟ كنت محتاج من حضرتك 30000 جنيه سلف. سلف؟ سيد مشيني من هنا، البيت ده ما فيهوش اكسجين، لازم تمشيني من هنا فورا. ليه بس يا حبيبتي؟ ما كنا حلوين وزي الفل. عموما انا هخليه يعتذر لك ويبوس على دماغك كمان. يلا روح اعتذر له. لا شفت؟ شفت؟ قلة ادب والاوفر كمان مش عايز يعتذر. انا لازم امشي من هنا، مش قادر، انا وصلت للحظة الاختناق. مشيني يا سيد. يا ريت يبقى احسن. عارف لو ما اعتذرتلهاش هعمل فيك ايه؟ مش حبايتك في البيت ده، ومش كتبك اللي انت فرحان بيها قوي دي هخش اطوحلك من الشباك. لا كله الا كتب. يبقى تعتذر لها. حاضر اعتذر. ما شاء الله صوتك طلع اهو. علي هات صوتك عليا. علي انا اسف. خش بوس دماغك. قالوا لك على دي انها دماغي؟ ما انا اسف انا اسف. انا اذنت لك تبوس راسي؟ خلاص ما انا اسف. اتفضل. بنفس اكتر وادب اكتر. حاضر. استنى هبدا ازهق. امشي يلا بقى. طيب. هوا امشي امشي قبل ما تزهق. مش قلت لك هزهق؟ خلاص يا بابا هتقف تزهقها. حاضر يا بابا. خلاص يا عم ايه ده؟ ايه الغلب ده يا ربي؟ خلاص بابا هتديني بقى 30000 جنيه بعدين نتكلم بعدين نتكلم. طيب تصبح على خير. خلاص خلاص ارحمني. خش نام بقى وتخمد على طول. مش عارف سيطه. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. حاضر منك لله. خلاص قست قلب بابا عليا؟ ايوه قست قلبي عليك. نكد عليا بقى بشهر العسل. ما حضرتك اللي نكدت عليا قدامها بقى. حساس قوي يا اخويا. طب خلاص ما تزعلش،
اصحى ونام بقى. حاضر. تصبح على خير يا مرات بابا. هو مات؟ مات. من هنا هي بقت كده. مين دي؟ دي انا اللي حكيت لك عنها اول واحده قالت لي. انا مين؟ بس انا جاي اعتذر عن ان انا رحت لنانسي البيت وانا بتهم الدكتور رأفت الراوي رسميا بالاعتداء علي. انا عمري ما هقدر اكمل في الحرب دي بعد ما علوا السقف علي لدرجتها انهم لقوا جثه ثانيه في الشقه ومجهولة برضه. لا دي تم التعرف عليها. دكتورة سعاد مندور، السن 41 سنة، سبب الوفاة إصابة بطلق ناري في منطقة الصدر، بس كل الدلائل يا فندم بتقول إنها ما اتقتلتش هنا. مين اللي قتلها؟ يوسف رمزي ها؟ لا اللي قتلها واحد اسمه رفيق، رفيق إيه بقى معرفش. تميم، تميم ياسر. ميديا ستراتيجيست؟ اليوم اللي كانت فيه رباب عز الدين هنا سمعته كان بيكلم حد على التليفون بس ما ميزتش الكلام قوي علشان كان موطي صوته واخد جنب. اعتبريه اختيار يا دكتور. انا اسف جدا ضيعت وقت حضرتك وقتي. وده عايز يشوف زياد ليه؟ اكيد عايز يساله على ممدوح داجر. اؤمر افتح. مين حضرتك؟ امن وطني افتح. يوسف اخرس خالص. اخرس ايه؟ انت كمان بتعرف تطفش عربيه؟ واحنا كده تقريبا روحنا في 60 داهيه صح؟ بتبيعني يا ايمن؟ لا انا المره دي ما كانش ينفع اعدب عليه، ده جاي يتهمني في حوار دكتوره سعاد، بيتهمني انا يا يوسف. وهو عارف منين؟ انا مش عرفني، اكيد لقى جثتها. وبعدين انت عايز نسال واحد في الامن الوطني، انت عرفت ازاي؟ طيب ده كنت خدتها لها ونزلت معاها ووصلتها المانيا الباين. ايوه يا سيدي وديتها لصاحبتها، واتنقلت رحت المستوصف على قطري. فين في المانيا؟ انت هتروح لها؟ فين في المانيال؟ خش اول شارع يمين معايا. معلش انا ما لقيتش مكان تاني اروحه. انا في كارثه.
ما انا عارفه لسه راجعه من الشقه وعرفت كل اللي حصل. دول طلعوا بيراقبوه بجد زي ما انتي قلتي، بعد ما جالي الصبح طلعوا وراه. طبعا اضطر يدافع عن نفسه. طب والجثه الثانيه؟ جثه مين؟ الدكتوره اللي اسمها سعاد مندور دي. مالها دي كمان؟ مالها ايه يا هاله؟ دي لقوا جثتها عندنا في البيت، واخده رصاصه هي كمان. عندنا؟ عندنا احنا في البيت ازاي؟ عندنا ازاي؟ قولي لي انت ازاي؟ وانت ما بقيتيش مع كوكا لوحدك يا ست هاله، انا كمان اتعكيت معاكي، ما انا عايشه معاكي في نفس البيت. هاله حسام هيتجنن عليكي، بالذات ان الشهود شافوكي نازله تجري مع اللي اسمه يوسف ده. هو حسام كان عندنا في البيت؟ اه كان عندنا، وعايز يساعدك باي طريقه. طب انا ما كنتش موجوده في البيت لما كل ده حصل، انما انت بقى، بالذات ان الناس شافوكي نازله تجري مع راجل غريب بعد ما سمعوا صوت ضرب نار. انت ازاي يا بنتي ما انتيش حاسه باللي انت فيه؟ هلا كلمي حسام، حسام هو الوحيد اللي هيعرف يساعدك. لا لا حسام لا. هو ايه اللي حسام لا يا هاله؟ اسمعي كلامي وكلميه. اسمعي مني انا اصلا مش عايزه اتكلم. يا هاله استني، يا هاله استني، هاله ثانيه واحده يا هاله هقول لك حاجه. يا هاله 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 انت تاني، انت عايز مني مثلي في حالي بقى؟ يا بنتي اسمعي بس. اسمع ايه؟ في مصيبه تانيه جايه تشيلهاني؟ يا اخوانا احنا في نص الشارع، انتوا جايين تتعاتبوا دلوقتي؟ يا بنتي شغلي مخك شويه، الناس اللي وصلت لك دي زي ما وصلت في المكان اللي كنت فيه ممكن توصلك في اي حته في الدنيا. اه وانت بقى اللي هتحميني. طب على الاقل قولي لي ناوي على ايه؟ هتروحي فين؟ هروح عند عم، ما انت عارف ضابط بوليس وهيقول لي اعملي في المصيبه اللي انت وقعتني فيها. كويس قوي، تعالي اوصلك، دي الطريقه الوحيده اللي توصلي فيها بامان. وليك عليا يا ستي لما اوصلك هناك مش هتشوف وشي تاني. يلا بقى. مش دي عربيه حسام؟ هحكي لك في السكه، يلا يلا. يا رؤوف بعت لي عربيه على 28 اسماعيل اباظه مصر الجديده، وبلغ عن عربيتي في كل كمان القاهره وعن ارقامها، ولو شافوا اللي اسمه يوسف رمزي يجيبهولي. رؤوف انا عايزه. مش وقت يا رؤوف، بعدين، سلام. اقعد. حاضر يا باشا. الراجل ده عندك من امتى؟ والله العظيم هم يومين بالظبط. ايمن زميلي الدكتور بتاع النفسيه والعصبيه ده جابهولي وقال لي انه قريبه، وانا بقى باشا يعني اكمني جدع وبضعف قصاد الواجب وكده قعدته عندي، لكن والله 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 لا اعرفه ولا شفته قبل كده ولا اي حاجه والله يا باشا. حد جالك؟ اه جات له مزه واحده، جات له واحده بس نزلت بعد المغرب هي وايمن، منه لله اشوف فيهم اسود. تعرفش راحوا على فين؟ يعني انا سمعتهم بيقولوا ان هم رايحين المنيل، بس فين والمين ما اعرفش. الو كانت عندك؟ ها ايوه يا حسام، لسه نازله من عندي دلوقتي. وليه سبتيها تنزل؟ يعني كنت همنعها بالعافية؟ وبعدين أنا لو كنت جريت وراها كنا هنعمل فضيحة في الشارع. كنت مستنيها إيه عشان تكلميني؟ ما أنا كنت هكلمك، بس ما كانش ينفع أكلمك قدامها. إذا كانت أول ما سمعت اسمك طلعت تجري وما كملتش كلام معايا. لو ظهرت تاني هتكلميني ها؟ أو حتى بعتيلي رسالة فاضية وأنا هفهم. طيب حاضر. وحضري نفسك عشان النيابة بكرة. كان المفروض تفهمي الهانم ان هي كمان عندها ضبط واحضار. باشا طب انا كده براها ولا ايه؟ يا باشا باشا يخرب بيتك يا ايمن. مساء الخير يا فندم. مساء النور. في واحد جاي زياره للمريض اللي حضرتك حاطط على الحراسه. واحد مين ده؟ بيقول ان هو رئيسه في العمل
ومن اسمه رفيق. هو فين دلوقتي؟ قاعد منتظر، لكن انا ما رضيتش ادخله الا لما تتصل بسلامة ان شاء الله. ماشي يا ابو حميد، لسه وين حضرتك؟ شكرا. اقعد. استاذ رفيق. ايوه. حسام الايوبي اتفضل. تاح حضرتك مسؤول هنا؟ بقالي ساعتين مستني اذن بزياره. احنا اسفين جدا. استاذ رفيق، تعرف دكتور اسمه صعب مندور؟ لا، اول مره اسمع الاسم ده. طب يوسف رمزي؟ طبعا، استاذ يوسف رمزي حسن صاحب الشركه اللي انا كنت بشتغل فيها، الله يرحمه، مات بحادثه عربيه. الله يرحمه. هو ده؟ ايه يا فندم. امال ده بقى يطلع مين؟ ما عنديش اي فكره. والله يرحمه كان ساكن في التجمع الخامس. صح. امال ليه بقى الفيلا بتاعته فاضيه وما فيهاش حد؟ بعد الحادثه والدته ما قدرتش تستحمل الصدمه، رجعت على لندن. وليه بقى كل حاجه اتعملت قدامي؟ الجنازه والدفنة والعزاء. المفروض انه بيزنس مان وله معارف كتير، ولا ايه؟ بيزنس مان بس مطوع من شجره، ملوش قرايب غير والدته. وانت عارف بلدنا، عاش الملك مات الملك، ولو وقعت محدش بيعبرك. تصدق عندك حق. طب ما تقولي بقى ايه حكايته مع رأفت الرب؟ حكايته مع رأفت زي ما بتشوفها على التلفزيون، استاذ يوسف كان جاي يدعم حمله استاذ رأفت، بس طبعا قالوا بقى ان فلوسه مش مظبوطه، في حاجه غلط، مع ان هو بيزنس مان كويس ووطني جدا. طبعا طبعا، الله يرحمه. الله يرحمه. بس يعني مش شايف انها غريبه شويه شركه تقفل كده بعد وفاته بيوم واحد؟ المفروض انها شركه كبيره راس مالها مش قليل. مش غريبة خالص، كنا ابتدينا نجهز للموضوع ده من أول ما الشوشرة ابتدت. طب رباب عز الدين كنت بتعمل عندكوا إيه في الشركة؟ ده اللي أنا جاي أسأله لها. حضرتك اقتحمت الشركة امبارح بدون إذن من النيابة. أصل أنا مسامح. هل حضرتك هتسمعني أشوفها؟ ولا أستأذن أنا؟ طبعًا. معقول برضه هتيجي وتقعد كل ده من غير ما تشوفها؟ اتفضل يا استاذ رفيق. طيب هي هتروح لعمها، انا وانت هنعمل ايه بقى؟ كده يبقى لبسنا البدله الزرقاء رسمي، مش بعيد كمان يلبسنا حوار دكتوره سعاد ونلبس البدله الحمراء. على فكره لبنى قالت لي ان هم لقوا جثه سعاد دي عندي انا في البيت. نعم؟ زي ما بقول لك كده، لقوا جثه الدكتوره دي عندي. هو انت مش مستغرب ليه؟ الست مقتوله قدامنا في المستشفى، ازاي؟ عشان اللي عمل كده عايز يوصل لي رساله. انا نفسي افهم، طب انا ذنبي ايه؟ انا والغلبانه دي في ام الحوار ده؟ ما تقلقش، هلا هتروح عند عمها وهو يعرف يتصرف كويس، وانت روح سلم نفسك في الاسم وقول لهم انك ما تعرفش اي حاجه عن اي حاجه، لان هي دي الحقيقه فعلا. اسلم نفسي؟ هو ده اللي ربنا فتح عليك بقى يا يوسف؟ يا ايمن انت ما عملتش حاجه، ومفيش اي حاجه ضدك. هو ايه اللي ما عملتش حاجه؟ ما انا مسيطر عليك بقالي كام يوم ومش بعيد لبست اي نصيبه ثانيه. في ايه؟ في ايه؟ مش عارف، الزر العربية قطعت بنزين. قطعت ايه؟ ازاي؟ لا ما انا عايز افهم بقى، العربية دي بتاعت راجل في الأمن الوطني، ما بيحولهاش ليه؟ المفروض يفولها. أنا هدور على بنزين قريبة، ما تنقلوش من هنا. حدش ينزل من العربية. قريبة، انت بتراقبني ولا ايه؟ طبعا ده شغلي. تعال عايزك. على فين؟ فارس بيوافق على طلبه وعايزك. ماشي، بس انا مش لوحدي. مفيش مشكلة، هاتهم معاك. بس يلا عشان مفيش وقت. انت عارف ان دي عربية ضابط. انزل يا ايمن، تعالي يا هلا.
ايه اللي انزل عيني؟ هتوديني فين يا خوي؟ انزل بس متقلقش، هنروح التأمين. يلا يلا يلا. ايه يا يا يلا اخلص التهمة دي. الله أنا متشكرة أوي على اهتمامك يا مستر رفيق. على إيه؟ أنت كان لازم تكلميني من بدري قبل ما تهربي من المستشفى. رباب، أنت مش موظفة عادية عندنا. أنا عارفة، بس ما كنتش حابة أدخل مشاكل في الشغل. مشاكل الشغل كلنا بنشيلها. المهم، المهم دلوقتي تقومي بالسلامة، وإحنا هنهتم بكل حاجة في المستشفى، ولما تخرجي من المستشفى مجهزين لك بيت تقعدي فيه ومحامي يهتم بالقضية بتاعتك. ومش بس كده، هيكون في حراسة عليكي 24 ساعة، طبعا عشان سير رقفة زفت ده ما يقرب لكيش. ده كتير قوي، أنا ما استاهلش كل ده. لا يا رباب، انت تستاهلي أكتر من كده بكتير. استنى انت يا يوسف، فارس بقى عايزك. اه انت كان معاك سلاح يا جو؟ الحمد لله على السلامة. معلش، انت المرة دي هتقعد معانا هنا لحد بكرة. اشمعنى؟ يا سيدي هحقق لك كل طلباتك. هتزور زياد بكرة في السجن، بس بعد كده بقى عاوز اشوفك عشان تقولي المفتاح بتاع ايه. والله بحاول افتكر. براحتك، خد وقتك يا سيدي، يوم شهر سنة، بس ما تزعلش مني. انت مش هتخرج من هنا قبل ما تفتكر، لا انت ولا اللي معاك. مش فاهم، رهائن يعني ولا ايه؟ رهائن ايه؟ مفيش داعي للكلام الكبير ده. انتوا هتقعدوا عندي هنا ضيوف معززين مكرمين. شوف يا سيدي، انا بكره طالع على روما ومش هتاخر، هما يومين اتنين وراجع على طول. وبليز ما تتكسفش من منتصر، منتصر ده هيبقى معاك على طول هنا. اي حاجه تعوزها تطلبها منه، واي حاجه كمان تفتكرها برضه تقولها له. بتهيألي كده fair enough. fair enough، ماشي. اتفضل يا يوسف. الناس اللي معايا راحوا فين؟ ما تقلقش عليهم يا يوسف، كل واحد قاعد في اوضته. طيب لو احتجت تنزل اعمل اي حاجه.
انت مش في اقامه جبريه يا جو، اتحرك في المكان كله براحتك، بس داخل حدود المزرعه، بره المزرعه لا، احنا بنخاف عليك. ماشي. طيب بالنسبه لموضوع الزياره بتاع بكره ده، انت عارف ان معيش بطاقه، هتدخلني اشوف زياد ازاي؟ تستعجلش يا يوسف، خلي كل حاجه في وقتها. تصبح على خير. مالك قاعدة كده ليه؟ سرحانة في ايه؟ هيكون في ايه؟ مش قادرة أصدق إني متدبسة معاك عشان قصة حبك القديم. أنا نفسي مش قادرة أصدق ولا قادر أفهم أي حاجة. بيتهيألي إن أنا ما حبيتش اللي اسمها شجن دي بجد. مش ممكن أكون حبيتها بجد ونسيتها بالشكل ده. مش ممكن ليه؟ ما أنت فاقد الذاكرة. فاقد الذاكرة أه. بس برضه لما بفتكر الموضوع ده ما بقدرش افهم حقيقة مشاعري من ناحيتها. جايز كنت بحس لها حاجة بس إعجاب، مش عارف. ممكن تكون التجربة أصلاً كانت غلط، عشان كده كنت عايز أصلاً تنساها. يمكن. الظاهر بقى إن إحنا الاتنين اتكتب علينا إن هيش تجارب غلط. لا ليه؟ أنا قصتي مختلفة. أنا شفته كان ظابط وأنت فاهم بقى البدلة والكاب، بس لما شفت الوش التاني كان الوقت اتأخر. انت فضلت معاه قد ايه؟ 3 سنين. استحملت لما فيش واحدة في الدنيا ممكن تستحمله. كان عصبي وقليل الأدب، تفاهم معه، بس أوقات كان بيبقى ملاك ويرجع تاني يبقى شيطان. أنا نفسي مش فاهمة. المهم يعني مهم إن أنا استحملت في الآخر وخلاص، لحد ما وصلت للقتل. قتل؟ كنت حامل في الشهر السادس، كان أول. كان أول بيبي. كانت خناقة عادية يعني، ما كانش فيه مصيبة. ضربني وزقني على الأرض وضربني في برجله في بطني. نقلوني بعدها المستشفى ولحقوني، بس ما لحقوش البيبي. طيب وعمك كان فيه من ده كله؟ لا، عمي اصلا هو اللي مجوزني حسام، كان ظابط تلميذ عنده في المباحث. اصلا لما جيت اتطلق هو واقف معايا هو، وقاطعني من ساعتها. ولسه مقاطعك لحد دلوقتي؟ مش فاهم هتروحي له ازاي؟ انا ما عنديش حد تاني اروح له. وبعدين البيت اللي انا كنت قاعده فيه ده مش بيتي، ده بيت الشركه، وانت فاهم طبعا اني مش هرجع له تاني. معلش يا هلا، سامحيني. أوعدك إن كل ده هيعدي إن شاء الله. أوعدك إن زي ما وردتك الورطة دي هطلعك منها. يوسف، يوسف، أنت قاعد هنا من إمتى؟ مفيش، من ثواني. خبطت كذا مرة ما فتحتش فدخلت. يلا عشان لسه قدامنا مشوار طويل.
احنا رايحين سجن المزرعه. انت طلعت ايه ازاي تصريح عشان نخش السجن؟ مفيش، بطاقه مضروبه باسم اي كلام، صورتك منوره فيها. اما التصريح بقى ف مختوم مامتي من الداخليه. ما تقلقش انا هدخلك لحد جوه. لا القعده اللي بيني وبين زياد هنبقى انا وهو لوحدنا. انت مش محتاج حد يوصلك ولا هتاخد تاكسي العاصمه؟ يلا قدامك نص ساعه هتلاقيني بره في العربيه مستنيك. خرش النيابه لسه جاي. تمام انا ان شاء الله احضر معاك التحقيق بكره الصبح يا دكتور، ما تقلقش من حاجه خالص. لا طبعا، وانا حقلق من ايه؟ حضرتك مش بعيد عن القانون وعارف ان حكايه زي دي تتلم في كلمتين. مفيش اي دليل على ادعاءات البنت دي، وحتى وائل اللي اعترف باعتدائه عليها انكر اي صله ليك بالموضوع ده. يعني كلمتك قصاد كلمتها، والاصل هو البراءه. انا بقول نطلع بيان صحفي نشرح فيه موقفنا، وممكن ده يحسن الوضع كتير. طبعا طالما مفيش حظر ناشر من النيابه يبقى نستخدم الاعلام براحتنا، وانا كمان همشي بالاتجاه القانوني وهرفع دعوه تشهير وتعويض ضد رباب دي وهخرب بيتها ان شاء الله. اللي عايز يشتهر يدور على حد تاني يشتهر على قفاه. طب لو طلعت قالت ان الفيديو ده حقيقي وان انا كنت بكذب على الناس، مش ده معناه اني عندي دافع قوي للتخلص منها؟ هو فعلا حقيقي الفيديو ده؟ طالما قلنا انه متفبرك يبقى هنفضل نتعامل على هذا الاساس مهما هم حاولوا يثبتوا العكس. اكذب واستمر في الكذب لحد ما الناس تصدقك. انا مش فاهمك يا رأفت على فكره. ولا انا فاهم نفسي. انا اذنكم انا عندي ميعاد مهم. تعدي عليا بكره الصبح يا دكتور؟ ان شاء الله. هو ماله متضايق كده ليه؟ ما انت عارف. واضح انك غيرت رايك. ايوه اجلت سفري شويه قلت اما اشوف. تامر ما حاولش يتصل بيك من امبارح؟ لا ما حاولش. طيب لو جد جديد ابقى قولي لي. طيب اوكي. عشر سنين يا ما صدقتش لما قالوا لي انك جاي. انا كمان مش مصدق. بس تعرف زي ما انت ما اتغيرتش. وانت ما اتغيرتش كتير. لا اتغيرت كتير. عشر سنين سجن يهدوا اي بني ادم، خصوصا لو كان مظلوم. مظلوم؟ هو صحيح انت مش فاكر حاجة زي ما قالوا لي؟ يعني تقدر تقول فاكر، بس اللي يخليني اقعد معاك هنا عشان افهم. قالوا لي انك عايز تعرف مين ممدوح دارير. فعلا هو ده السؤال الاول، بس في سؤال تاني اهم. انا قبل موت شكن كنت جيت لك القصر وقعدت انا وانت في المكتب لوحدنا، كنت بطلب منك ايه؟ لا كده تبقى مش فاكر. لا فاكر، بس يعني عايز اتاكد. ولما تتاكد هديك دليل براءتك اللي خرجك من هنا، ده اتفاقي مع فارس اخوك. ماشي، انا هقول لك كل شيء بصراحه بوضوح. من بعد غير يبقى انت. انت جيت لي قلت لي معاك مشاريع بأرباح كتيرة، لكن أنا كنت فاضي تاني لأن صورك مع شجن كانت جات لحد عندي. وبعدين؟ رحت الشقة بالليل في إيدي مسدسي عشان أخلص عليها. بعد ما دخلت
لقيتها خلصانة، بس اللي قتلها كان لسه موجود، ضربنا على دماغي، ولما فقت كان البوليس وصل لقى معايا سلاح الجريمة، يعني حالة تلبس كاملة 100%. طيب ما قلتش الكلام ده في تحقيقات النيابة ليه؟ ما ينفعش، بقت قضية سياسية، قضية رأي عام، كانوا عايزين كبش فدا وبس. يعني لا اسم العيلة نفع ولا فلوس في البنك ملهاش عدد برضو نفعت. يعني ممدوح دغر ده هو اللي قتل شجن؟ أنا ما يهمنيش إثبات إدانتك، لكن يهمني إثبات براءتي. أيوه ممدوح دغر ده يعني أنا اللي قتلتها، هقتلها ليه؟ يعني إيه مصلحتي؟ قلت لك مش مهم، المهم تديني الدليل اللي معاك، بعد كده كل حي يروح لحاله. اهلا 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 برجل الساعة. لا انت اللي رجل الساعة، كل ساعة ساعة اللواء. انا خلاص العدد التنازلي ابتدى وقربنا من الصفر. انت طول عمرك راجل وطني يا رأفت، وطول عمري بقول كده، لكن النظام القديم لانه غبي وعنده قصر نظر معرفش يستفيد منك ومن امثالك، عشان كده وقع. اعذرني يا سيادة اللواء، هو مش حضرتك برضو نظام قديم؟ كنت من الجبهة الإصلاحية، وياما اتبعها صوتي، وبقيت اقعد اقول يا جماعة كده غلط، انتوا ماشيين في السكة الخطر، سكة اللي يروح ما يرجعش، ولا حياتها لمن تنادي. ازاي سعادة اللواء؟ النهاردة في فرصة اننا نخلق نظام جديد. اخلق براحتك سعادة اللواء، بس انا لحد دلوقتي مش فاهم انت طلبت تقابلني ليه؟ انا ما بقتش خاطر عليك وهنسحب من انتخابات قريب. ايه ده؟ انت قررت تنسحب؟ بصراحة ايوه، هو ده اللي خلاني اقابلك، لان عندي ليك عرض محدد. عرض ايه يا سيادة اللواء؟ انك تنسحب وتدعمني. سيادتك عارف لو دعمتك الناس هتقول عليا ايه؟ ده ضد كل حاجة عملتها قلتها في حياتي. احنا في زمن التحولات الكبرى يا رأفت، وبعدين انا مش بطلب منك انك تدعمني بشكل مباشر، انا كل اللي بطلبه منك انك تنسحب قصاد وعد. انا بوعده لك دلوقتي ان انا لما افوز هتبقى انت رئيس الوزراء. ها قلت ايه يا رأفت؟ هي دي التقسيمة الصح؟ انا رئيس جمهورية وانت رئيس الوزراء، ومجدي عبد العزيز يبقى معاه الاغلبيه الساحقه في البرلمان، وهي فرصه يحاسبنا. هو صحيح انكم شركاء زي الناس ما بتقول؟ ما ردتش عليا في اللي انا قلته لك. هو عرض في منتهى الكرم من سيادتك، بس انا اسف مش هقدر اقبله. دي فرصتنا الوحيده يا رأفت اننا نبقى ايد واحده. فكر كويس، رد عليا خلال يومين، ولو وافقت ليك عندي هدية كويسة. هدية ايه؟ هقول لك مين اللي طلع خبر ربابع عز الدين لما هربت من المستشفى وجت لحد عندك، وانتوا اتهمتوا فيها الواد المحترم اللي اسمه تميم بتاع الميديا. تميم ياسر؟ هو انت ما حدش قال لك ولا ايه؟ مش انتوا استغنيتوا عن خدماته ومشيتوه امبارح؟ لكن كلام في سرك مش هو اللي طلع الخبر. فكر كويس ورد عليا. سلام يا رأفت. سلام يا ست اللواء. ومحدش عرف لما اتقفل عليهم المكتب قالوا ايه لبعض؟ دي كانت صعبة شوية. كل اللي عرفناه انه وصل لحد عنده وقعدوا مع بعض نص ساعة. هيكونوا بيتأمروا على ايه يعني؟ حافظ مشهور مش هيخوننا يا ريس، ده احنا بينا كلمة شرف. شرف؟ حافظ مشهور ده يبيع ابوه عشان مصلحته. شوف في الحالات اللي زي ده هي ما ينفعش اللف والدوران. ها
هاتهولي هنا على الخط. ايوه مكتب حافظ مشهور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فندم احنا مكتب باشمهندس مجدي عبد العزيز. ايوه كان عايز يكلمه. طب خليك معايا ثواني. ايوه سالي. مجدي عبد العزيز عايز يكلم حضرتك. قولي له مش فاضي، هبقى ارجع اكلمه بعدين. لو في اي حاجه ضروري سيب رساله. معلش انا اسف سوري، هو حضرته مش فاضي دلوقتي، لو في اي رساله ممكن ابلغها له. بتقول مش فاضي نسيب له رساله؟ اقفل السكه في وشها. معلش يا هيثم اتاخرت عليك. خير تمور، صحيني الظهر وجايبني لحد هنا، عايز ايه؟ اه صحيح، الف سلام عليك من الحادثه. ما انا عايزك بخصوص الحادثه دي برضه. بخصوص ايه بالظبط؟ مش فاهم. انت اللي صورتني انا ونانسي مش كده؟ تامر انت بتتكلم عن ايه؟ بص يا هيثم، انا عارف انك عامل فنان وبتصور وفوتوغرافيا ومعارض مع انها كلها فاشله، ده غير طبعا انك قريب حافظ مشهور، وحافظ ومجدي عبد العزيز شركة في البطن في شركات كبيره جوه مصر وبره مصر، وطبعا من مصلحتهم ان هم يخلوا رأفت الراوي شكله وحش قدام الناس مش كده؟ طيب يلا انا هقوم عشان اتاخرت. اقعد يا هيثم اقعد اقعد. اه كنت فاكر انك ضرتني باللي انت عملته ده، بالعكس انا بقيت مشهور وشويه ناس كده بقت تعرفني وانا ماشي، من الاخر كده انت خدمتني، انا عايزك في مشروعك ده. خير يا تامر عايز ايه؟ لو انت اللي صورتني انا ونانسي فصورك عجباني، انا عايزك تصور لي المشروع الجديد بتاعي اللي في النويبع. لا والله حضرتك مصحيني ومقريفني وجايبني هنا عشان اصور لك مشاريعك وسياحه. سياحه ايه في اللي احنا فيه ده دلوقتي؟ الذكي اللي يعرف يعمل ذهب في الظروف اللي احنا فيها دي. بص يا تامر انا ما بخافش، عايز اقول لك ان انا صورتك انت ونانسي، انا اللي صورتك انت ونانسي، ما تجيبنيش بقى وتحور لي وتصحيني من النوم وتقريفني وتقول لي مشاريع وسياحه. امان كده يا عايز؟ انا عايز اروح شقه الدوي بتاعت شكل. فجاه كده يا يوسف؟ اي يبقى لازم اكلم فارس بيستأذن منه الاول. فارس عسكر زمان على طياره روما وانا عايز اروح دلوقتي حالا. لازم يديني الاوكي يا يوسف. فارس اداك كل الصلاحيات ومش هيحصل حاجه يعني لما يعرف ان انا رحت الشقه عشان افتكر حاجه هتفيده بعد كده. أهلا المتصل بيه. هو أنت بقالك قد إيه شغال هنا؟ يعني 3 سنين وشوية. Thank you.
عايز ابلغ عن جريمه قتل في الدقي. اتفضل العنوان. افتكرت؟